لطالما شاهدنا أفلاما تجسد نهاية العالم على يد الزومبيز، سواء كان الأمر بسبب وباء ابتكره عالم مجنون أو بسبب تفشي الأمراض والأوبئة. لكن هل سبق وأن سمعت عن فطر الكورديسيبس الذي يحول الحشرات إلى زومبيز؟ قد يبدو الأمر غريباً، ولكن هذا ما أكده العلماء، حيث تم اكتشاف فطر يجعل الحشرات كالزومبيز، حتى أن هنالك من يعتقد أن هذا الفطر سيسيطر على البشر أيضاً. هل حقاً فطر الكورديسيبس يمكن أن يحول الإنسان إلى زومبي؟ كما يعلم الجميع، أفلام الزومبي عادة ما تجسد أفكارا مستحيلة علميا بالنسبة للبشر على الأقل، حيث أنه وفي هذه اللحظة التي تشاهد فيها هذا الفيديو فطر الكورديسيبس يحول الحشرات إلى زومبيز حرفيا، إذ يقوم بمهاجمة النمل الحفار ويتحكم في دماغه ليتصرف كما تملي عليه إرادة الفطر. تمضي النملة المصابة منفردة في رحلة تسلق عجيبة تماما كالزومبي، حتى تبلغ غصنا له ارتفاع معين، ثم تقبض عليه بفكيها القويين حتى يلتهم الفطر تماما من الداخل وتموت متحنطة على هذه الوضعية. ثم تخرج أبواغ الفطر من رأس الجثة لتحلق في الهواء وتحط على ضحية جديدة. أعلم ما تفكر فيه الآن، هل يمكن أن يصيب هذا الفطر البشر أيضا؟ حسناً، إن كنت من محبي ألعاب الفيديو فقد سبق وسمعت عن لعبة The Last of Us التي تحكي عن تحول الناس إلى زومبيز بسبب هذا الفطر. لكن العلماء يقولون أن هذا الفطر لا يشكل خطراً على الإنسان، بل العكس تماماً، يتم استخدامه في العديد من العلاجات الطبية والمكملات الغذائية. إذاً هل فطر الكورديسيبس يمكن أن يحول الإنسان إلى زومبي؟ إنها إشاعة. لا تنسى الإعجاب والاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد.